بالتأكيد هناك فارق، ولكنه ليس كبير حتى من جهة ما يتعلق بحل الدولتين. أستاذ إياد، يعني هذه العبارة ربما تغيب عن خطابات كل من هاريس وترامب. يعني هاريس تتحدث عن تقرير المصير بالنسبة للفلسطينيين ولا تشير إلى دولة فلسطينية مستقلة، كيف ترى ذلك؟ نعم، كما قلت، يعني ما تقوله إلا حلول شفوية وليست عملية، والناخب العربي ليس بهذه السذاجة، خصوصا عندما كان عندنا المؤتمر الديمقراطي الوطني في شيكاغو في شهر أغسطس. رفضت هاريس ورفضت حملتها بالاجتماع بقادة الجالية العربية والمسلمة والفلسطينيين وإعطاهم صوت في هذا المهرجان الانتخابي الكبير الذي يتم فيه يعني عرض لكل السياسات الديمقراطية، ويتم تتويج المرشح للحزب. فكان هذا إخفاق كبير، والناخب العربي لم ينسى ذلك، خصوصا تم إعطاء صوت لأهالي المحتجزين في غزة من الجانب الإسرائيلي، ولم يكن هناك أي اجتماع أو أي صوت لعائلة الطفل وديع من ولاية إلينوي الذي قام أحد الأشخاص الذين هم في عمارته السكنية بطعنه 26 مرة. فهذه الأمور قد تكون صغيرة لبعض الناخبين الأمريكيين، ولكن الصوت العربي في الولايات المتأرجحة هو كبير، لأن عندي الأرقام التي يعني تثبت أنه خلال 2020 كان هناك 70% من الصوت العربي لبايدن، ولكن هذه المرة لن تحصل نائبة الرئيس هاريس على نفس هذه النسبة، فهناك انقسام كثير. فعلى سبيل المثال، مراسلتكم من ديترويت ذكرت الفارق بين الديمقراطيين وبين الجمهوريين، ولكن لم تذكر أن يعني ميشيغان كانت القائدة في حملة غير الملتزمين الذين الكثير منهم الآن من الجالية اللبنانية. يعني خلال ما هي أشارت إلى ذلك في رسائل سابقة، أستاذ إياد أشارت إلى ذلك الزميلة كاترين في رسائل سابقة.